وجع قلبي من إحساس بات مؤلم. أين طبيبي؟ أين سكيني؟ أين المسكين؟ شكيت لبحري هم قهري شكوى تحزين. أين طبيبي؟ أين سكيني؟ أين المسكين؟ هم حزن قهر تعب قلبي. مش عارف جالي برد يعني الواد ده الواد ده خالص فاهم مش عايز يفهم الدين. انا بقول له الدين بتاعه ان هو يموت يموت ايوه يموت يموت الدين ده هو قاله ايوه المهم انا اسيد ومات وهو يموت وانا كرم وهو يموت وانا جبروم وانا بقول له انا هو انا اللي مت علشانكم بس هو اللي يموت مش انا اللي اموت بس لك خلاص اكلمني خلاص اخبي انا غبي انا غبي مش فاهم الدين هو لو بيحبك صحيح جاي يموت ما يموت الدين ده واه حاجه غريبه هو قال ملكوت ببلاش نخش الملكوت بس لا تقول لا وانا هتفوت ايوه طب تعالوا فوق وافتح انا بقى انت مش هنا ماشي فوق مش هنا تقول لا وانا هتفوت ايوه طب تعالوا فوق وافتح انا بقى اخرس يا نصاب ده ما اتخلقش لسه ليأكل حق الضبع يا وعاء اللي مخروم يا وسخ خصوصيات يا خصوصيات انت اتكلم عدل وقعد عدل انت صايع يا ابني ما تسويش حاجة انت نفايات نفاعي وسالة انت لازم تعرف ان بلح البنين لا يطرح الكلاب انت كفايه عايز اشوف وشك تاني هنا خلاص في بحيرة النار والكبيد وابن الهلاك الهلاك يدعى واشرف بيه سامسونج هيتسلط معاك اتفضل قول قدامي يلا حقودي بيحقد علينا عشان بنركب اتوبيس بس الكرب ب 25 جنيه ده هي دخلك قصدتني مايكل شوف لي الجرافات بتاعتي عشان انا مش عارف هي فين الجو ساعه ودخل لي الزباين الجديده. ها مايكي بشوف يا اخي توفل بينيل ايه ورا هنا؟ شوف يا اخي توفل بينيل ايه؟ مش عايز مصايب تجيني. شوف يا اخي توفل بيعمل ايه بالظبط؟ يلا يا مايكي فردقوس هلس الواد ده ما يجيش تاني عندي ودخلوا لي بقيه الزباين. يلا عايزين زباين عندهم مواهب. كرف شاطين. ما تعرفش النبي الافاعي ده عمل ايه؟ لمح على اسمي وما قالش السيد وما قالش السيد ما قالش السيد ما قالش السيد قلب العطار عاش ان انا بيني وبين عطار الحزازيات ابن الافاعي ما قالش السيد طيب ممكن تديني بلح من معاك بلح البنين لا يطرح للكلاب ودورني على الجرافات بتاعتك عشان الجو بقى صعب بتقول ايه؟ بلح البنين لا يطرح للكلاب ايه؟ ودورني على الجرافات انت خليك تحبني حبني انا بس بس خلاص يا بت قلبك لا بقى ايه بلح البنين لا يطرح الكلاب ابدا ابني حبيبي صدقني اتحيلت عليها قلت لها ده عمال يناديني ويناديني 24 ساعه 48 ساعه كمان هو قلت لها من عدت اقول لها يعني ما فيش بس هي مش موافقه بصراحه بعدين انت لازم تشتغل يا عم الحاج مندل ده فاتين شغل انا كنت شغال كويس كنت بحاول اكون الناس عشان اتجوز يعني امام هدومي اللي انا يعني اقتنعت بكام حاجه انت كده بتقولها وانت فاتين شغل قلت لي كل خساره مكسب عشان خاطرك طب انا اعمل ايه اكتر من كده يعني لا اعمل ايه يعني شغل متفت مش عارف ايه متفت وانت جاي برضه عليا وعملت لي يعني اضراب حد تقول لي اصل روح اطلع فوق السطوح ونادي ومن لا يعترف بي قدام الناس انا لو ما يعرفوش مش صاحبي ومش هعترف بيهم ياما ومش عارف ايه لو هزقل عنهم اقول ما كانوا صحابي صحابي تزعل او انت ورحت يعني قلت على سطوح قلت ماشي عندي على سطوح عشان خاطر انوني شرف رحت قلت انا ما اعرفوش وانت اللي مبالغ عليا لما كنت بقعد معاك انت فاكر ولا مش فاكر؟ بص يا حبيبي اجمد كده وخليك راجل ماشي؟ بص الخير اللي انت هتعمله في العالم ده يعني بص الهدف
اسمى من هدفك الشخصي الذاتي الزايد. يعني ما تخليش نفايه كده زباله يا ابن افاعي، ما تبقاش نفايه، فكر في الهدف الاسمى. ايه الهدف الاسمى؟ لما كل دول يجوا عندي يكسو تكسو كل ركبه ولسان ويعترفوا انني انا هو، تكسو كل ركبه ولسان وتعترف باني انا، يجب ان نرى نريهم الاحوال والجحيم لكي يؤمنوا انني محبه. المحبه، فيجب ان نرى الاحوال وان تبقى مسخه، مسخه امام العالم كما كان مسخه، كما انا كنت مسخه، لكي يفهموا ويعرفوا محبتي. محبتي محبتي رحمك يا الله، رحمك يا الله، الله رحمك يا الله، الله. بقى انا رايح اعمل شويه اهوال هنا في الحته دي، واعمل شويه اهوال في الحته دي لكي يعحموا ويعيدوا سماحة الله. اسبح بسم الله، الله 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 في حبيبي نفسك. رحمك يا الله، رحمك يا الله، رحمك رحمك. صدقيني صدقوني صدقيني صدقوني، انتوا حولتوا الحياه لجحيم. الحياه اللي احنا عايشينها 50 سنه ولا 60 سنه ضيعه، ضيعه في عمرنا، حولتوها لجحيم. هي حرب، حرب دين دبنتين دبنتين، يعني صلبين جامدين، مصممه ان العلبه فيها فيل، مصممه على تقديس خرافات. يعني انا نفسي نوصل للعالم المتقدم اللي احنا بنقول عليه المنحل ده. في واحده اسمها هيباتيا كانت عايشه هنا في مصر مش عارف من كذا سنه، قالت الخرافات يجب ان تدرس على انها خرافات، والمعجزات على انها خيالات شعر. يا اخي خد الحكمه، خد الكنز يا اخي من الحكمه، لكن تقول العلبه فيها فيل ده كده اسطمبه، وتقتل وتاذي باسم الناس علشان حولتوا حياتنا لجحيم. صدقوني انتم الاهوال انتم اللي بتخلقوها. انا مش ضد والله الله، والله ما ضد الله ولا ضد الالهه ولا ضد اي حاجه. صدقوني يس، حتى احنا نكون يعني حاسنين الظن بالله، اذا كنا حاسنين الظن بالله اذا كنا بنغلب مصلحه وحقوق الانسان، احنا كده بنجازي اديانا حاجه حلوه، ان احنا بنعمل فعلا محبه وسماحه. لكن انا مش شايف ايتها سماحه ولا ايتها محبه ولا ايتها قلب حتى بيرق. انا الله وحسبي الله ونعم الوكيل، وعند الله تختصم الخصوم. اذا كان الله موجود وجابكم هنا يا شهود عشان تاخدوا روحي، يلا خلصوا عليا وخدوا روحي عشان اطلع لربنا، يمكن يكون عنده جنه، ولو حتى انتوا قاعدين جنب منه وهتولوني الويل. يلا ايه ايه سيبني برضه بتعذبوني، اه كل شيء ليه وقت، حسبي الله.
احنا كنا استعمال مؤقت. يخرب بيتكم علي، يخرب بيت كل من وثق فيكم علي، يخرب بيت كل من عطاكم اصلا جزء من احساسه. والمشكله انهم وايد شطار في تمثيل البراءه والطيب. لا ضحكه يا ويلي بلون السهر لما الورد ديم. خدها مبدا، امشي على رجلك المكسوره وما تسيبش اثر لايدك على كتف حد. لا شفايفه اخضر، لا ضحكه يا ويلي بلون السهر لما الورد ديم. لا شفايفه اخضر، ضحكه لها بالودن لسان في القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر. وانا ياللي كنت ابني حبيبي، ابني حبيبي شادي، شايفك كده مزقطط كده، ويعني انا السبب في سعادتك دي يا عم. يعني انت لازم تكون عارف ان انت تخصني، انت في حدقه عيني ولا ايه؟ ولا ايه يا حنس؟ يا حنس بلاش، يا حنس سامح. أنا إذا 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 إجيت للواقع أنا مسامحك، ومسامحك بدل المرة مليون مرة، بس فكرة إنك أنت تطلب مني إني أرجعك لمكانتك الأولى اللي كانت عندي مستحيل.